بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، بدأت انطلاقة شوطنا الثاني لفئات السودانيات، أول أشواط القعدان ومنافسات القعدان المنطلقة والمتواجدة والحاضرة بانطلاقتها في هذا الشوط. نبدأ مباشرة مع انطلاقة أول المراكز ومع المقدمة والصدارة، لنتابع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. بكشاش على المركز الأول، محمد بن عايض بن جابر العذبة على أول المراكز، واسمه بكشاش على أول المراكز. المركز الثاني، ثاني المراكز، مشتاق وراشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري على المركز الثاني. النقلة إلى المركز الثالث، المركز الثالث يتواجد الوسيل لعبد الله بن سعيد بن علي المحشادي على ثالث المراكز. رابع الأسماء التقدم من قبل مهاجر محمد بن خليل بن ناصر بن طوار الكواري على رابع المراكز. المركز الخامس، أتابع التقدم على خامس المراكز والتواجد من قبل غيث محمد بن علي بن عبد الهادي بن عبده المري، ينطلق شعاره على المركز الخامس ويتقدم بهذه اللحظات على خامس الأسماء، على خامس الشعارات. شعار بن ظرمان يتواجد بانطلاقة المركز الخامس مع تقدم النشمي، حامل الرقم 19 النشمي محمد بن جر الله بن ظرمان المري يتواجد شعاره على المركز الخامس. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى المنطلقة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط. أعود بحضراتكم إلى أول المراكز لأتابع على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة. تواجد بكشاش على أول المراكز مع القيادة السليمة لمجريات الشوط لانطلاقة الشعارات والأسماء. ثاني المراكز يتواجد مشتاق راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجي على المركز الثاني. النقلة إلى المركز الثالث، التقدم مشاهدينا الكرام من قبل مهاجر محمد بن خليفة بن ناصر بن طوار الكواري، حاضر شعاره مع انطلاقة ثالث التحديات. رابع المراكز، أتابع فلاح، وصل فلاح بشعار الشهواني، فيصل بن هادي بن فيصل عجب الشهواني ينطلق شعاره على المركز الرابع. خامس المراكز، النشمي جار محمد بن جار بن برمان المري على المركز الخامس، ويتسلى ايضا شعار بن عبده علي بن عبد الهادي بن عبده، يتسلم على الاسماء الخمسه المتقدمه الى رابع المراكز. يسير شعار ايضا علي بن عبد الهادي بن عبده مع انطلاقه وتقدم احد الاسماء المميزه كيف من تواجد على رابع المراكز. المركز الخامس يتواجد مشاهدينا الكرام مشتاق راشد بن ناصر الحباب الهاجري على المركز الخامس. هذا هو النداء للاسماء الخمسه المتقدمه مع ندائنا الثاني ومع استمراريه منافس الشعارات والاسماء المتقدمه والحاضره بمسيره هذا الشوط. اعود الى اول المراكز، الى المقدمه، الى الصداره. إذا نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى أول المراكز، لنتابع تغيير المراكز لنشاهد مقدمة هذا الشوط. تغيرت الصدارة مع فلاح فيصل بن هادي بن فيصل الشهواني حاضرا بشعاره بتقديم أيضا فلاح المقدمة باحثا عن النجاح في هذا الاختبار الحقيقي مع أمتار الناموس وانطلاقة الأسماء الحاضرة والمتواجدة. ثاني المراكز، التواجد من قبل بكشاش على المركز الثاني محمد بن عايض بن جابر العذبة المري. ثالث التحديات، يتواجد النشمي محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري، حاضر شعاره بانطلاقة المركز الثالث. صاحب نقطة في سباقنا الماضي يبحث عن نقطة جديدة في انطلاقة هذا الشوط. المركز الرابع، يتواجد قيف محمد بن علي بن عبد الهادي بن عبده المري. والمركز
المركز الخامس من الجانب الأيمن يتواجد مشتاق ناصر أو راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري يتقدم شعاره مع تقديم مشتاق على المركز الخامس. هذه هي الأسماء المتواجدة والحاضرة بانطلاقة هذا الشوط بتواجد الأسماء الكبيرة الحاضرة والمنطلقة معنا في هذه التحديات وبهذه الانطلاقة. أرى الأسماء بدأت تقترب شيئا ما من قبل أيضا قدوم الشعارات والأسماء. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء حبنا الكريم نعود إلى مجريات الشوط وإلى أول المراكز إلى المقدمة إلى الصدارة وإلى أيضا انطلاقة أول المراكز لنتابع مقدمة هذا الشوط إلى المقدمة إلى الصدارة مع تواجد شعار الشهواني على انطلاقة أول المراكز مع تقدم فلاح. تعود الملكية فلاح لفيصل بن هادي بن فيصل الشهواني مع انطلاقة المركز الأول. ثاني المراكز التواجد من قبل مشاهدي الكرام اللي هو النشمي لمحمد بن جلال بن حمد بن ضرمان على ثاني المراكز، ولكن أرى من الجانب الأيمن تقدم أحد الأسماء من انطلاقة المركز الثاني. من الجانب الأيمن يتواجد مشاهدين الكرام مشتاق راشد بن ناصر الحباب الهاجري ينطلق شعاره على المركز الثاني. ثالث المراكز يتواجد النشمي محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري المركز الثالث. رابع المراكز يتواجد غيث محمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري المركز الخامس. يتواجد بكشاش محمد بن عايض بن جابر العذبه مع المركز الخامس، ورا ايضا اسم بدا يتسلل الى المركز الخامس حلوان حسن بن حمد بن راشد النعيمي حمدان بن احمد بن مرشد الرشيدي من يتابعه بعملية التضمير، وايضا دخول الاسماء وتقدم الشعارات على دائرة الاسماء الخمسة المتواجدة والخماسية الماسية ما بين هذه الانطلاقات ما بين تغيير المراكز وتواجد الشعارات الحاضرة بمسيرة هذا الشوط. اعود الى اول المراكز اعود الى المقدمة لأتابع على المركز الاول حلوان حسن بن حمد بن راشد الجفاري النعيمي اذعت قبل غلي على المركز الخامس تسلل باستراحه محارب بانطلاقه اول المراكز. لاول المراكز حلوان حسن بن حمد بن راشد النعيمي من يمتلك حلواني تابع بالتضمير حمدان بن احمد الرشيدي من يرافق بعمليه التضمير ومع انطلاقه اول المراكز. المركز الثاني يتواجد بكشاش على المركز الاول او مع المركز الثاني محمد بن عاد بن جابر العذبه المري. ثالث المراكز النشمي محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري على المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد مشتاق راشد بن ناصر الحباب الهاجري. خامس المراكز يتقدم مشاهدينا الكرام غيث محمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري على المركز الخامس. ومع انطلاقه خامس التحديات اتابع ايضا بهذه اللحظات تقدم الشعارات حضور الاسماء في ندائي الثاني. اوعدكم بقدوم اسماء حاضره متواجده مرشحه في هذا الشوط بدات تنطلق بهذه اللحظات. اعود الى الصداره المقدمه والى المركز الاول إلى المركز الأول إلى الصدارة. بدأ تغيير المراكز من قبل مشتاق راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري يطلق عنانه مشتاق مع المركز الأول مع الصدارة. المركز الثاني يتواجد حلوان حسن بن حمد بن راشد الجفالي النعيمي مع حمدان بن احمد الرشيدي بعمل التضمير. المركز الثالث يتواجد النشي محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان. المركز الرابع رابع المراكز وتابع تدخل المركز الرابع وصل الوسيل لعبد الله بن سعيد بن علي المحشاد لينطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد غيث محمد بن علي بن عبد الهادي بن عبده المري مع المركز الخامس. وتابع ايضا مصدوف وصل مصدوف الى اول ندى
بدا ينطلق بهذه اللحظات، تعود ملكية لزيد بن احمد بن زيد ال زيد الشريف مع انطلاقه شعاره وتواجد محمد بن احمد المطربي عمليه التضمير، من يتابعه بالتضمير مع انطلاقه خامس الاسماء وخامس المراكز وحامل الرقم 5 بانطلاقته. هذه الاسماء متابعينا الكرام بانطلاقه هذا الشوط بتواجد الاسماء والشعارات، وتابع ايضا خلف الخمس اسماء ما بعد حان تواجدها بالنداء. اختلطت الامور ببعضها، اختلطت الامور ببعضها، بدات الاسماء بالمغربه من بعضها البعض في دحمول واحد في انطلاقه واحده، بدا ينفرد مع الصداره، بدا ينطلق مع القياده. يسلم يا مشتاق، مشتاق مشتاق مع المركز الاول، ما زالت علامة الجودة واضحة على رأسه. مادة الزعفران كرموه في المهرجان، في مهرجان الأمير الوالد، كرم كرم هذا البعير المتواجد والمنطلق مع الصدارة ويقود الأسماء. راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجر من يقود مشتاق مع المركز الأول، بدأ ينطلق رويدا رويدا، باقي 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 الكثير على الناموس هذا الشوط، ولكن الأصايل الأصايل لا يهمها بانطلاقتها الجميلة بانطلاقتها المميزة مع تواجد الشعارات الخطيرة في هذا الشوط. المركز الثاني أرى وتابع على ثاني المراكز، تقدم بكشاش لمحمد بن عايض بن جولة العذبة. المركز الثالث تحرك بهذه اللحظات للمركز الثاني مهاجر محمد بن خليل بن ناصر بن طوارئ الكواري. بن ظرمان قادم على المركز الثالث، يلا يا بن ظرمان. محمد بن جار الله بن حمد بن ظرمان مع الكيلو متر الأخير يسلم. المركز الخامس وصل مشاهدي الكرام مختار احمد بن محمد بن فهد الخاطر، يقدم لنا مختار على المركز الثالث سلة بدوره. ابراهيم بن محمد البادري بيتابع بعملية تضمير، ولكن اعود مع الصدارة، اعود الى مشتاق، مشتاق مع الناموس، مشتاق مع التتويج. خلاص خلاص قفل مجريات الشوط بانطلاقته بتقدمه مع الصدارة مع المركز الأول ومع ناموس هذا الشوط. مشتاق مشتاق مشتاق، تعود الملكية لراشد بن ناصر محمد الحباب الهاجري مع أول المراكز ومع القيادة والصدارة مع ناموس هذا الشوط. ولكن النجم يتحرك، اتحرك النجمي مع بن ظرمان محمد بن جرالة بن حمد بن ظرمان. يا هل ترى مشتاق ولا النشمي؟ ولكن مشتاق هو الأقرب للناموس، هو الأقرب للتتويج. وصل النشمي، مشتاق والنشمي، السلام 100 متر على الناموس، مشتاق النشمي بن ظرمان، ولكن بالحباب بالحباب النشمي النشمي مشتاق النشمي. اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة، ولكن مشتاق هو من فاز معنا في هذا الشوط الثاني. والتبريكات لراشد بن ناصر الحباب الهاجري المركز الثاني. وصل مشاهدينا الكرام النشمي لمحمد بن جلال بن حمد أضرمان المر المركز الثالث، وصل مختار احمد محمد بن فهد الخاطر المركز الرابع، كان الوصول من قبل الفلاح لفيصل بن هادي بن فيصل الشوال المركز الخامس، كان الوصول من غير مصدوف لزيد بن احمد بن زيد ال زيد الشريف. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نذهب إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول مشتاق إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. توقيت الزمني 13:57 3 الثانية. التهاني تبكر راشد بن ناصر الحباب الهاجري المركز الثاني، وصل النجم 13:57 6 الثانية. التهاني التبريكات لمالك النجم محمد بن جر الله بن حامد بن ظرمان على هذا الفوز المستحق المركز الثالث، كان الوصول من قبل فلاح او هذا اللي وصل مختار. توقيت الزمن 14:12 4 اجزاء او 6 اجزاء من الثاني. التهنئة التبريكات لاحمد بن محمد الفاتح خاضر، والتهنئه لابراهيم بن محمد البادري. شوط جديد ينطلق، والزميل حامد محمد الزعبي يتواصل بالتعليق.